قد جاء حديث عند البيهقي: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوا أجابهم وإن أنفقوا أخلف لهم، والذي نفس أبي القاسم بيده ما كبر مكبر على نشز، يعني مكان مرتفع، ولا أهل مهل على شرف، ولا أهل مهل يعني لبى مربي على شرف من الأشراف، إلا أهل ما بين يديه وكبر حتى ينقطع به منقطع التراب، يعني نهاية التراب. لكنه حديث ضعيف، ولو صح فإنه دليل على أن المقصود بالتكبير لمن كبر في الحج.